يبدو أن هذا الحيوان أحيا آمالاً كبيرة لدى الملايين حول العالم. بعد تجربتين متتاليتين حققتا نجاحاً مبشراً. في ظل نقص المتبرعين تبقى الأعضاء المأخوذة من الخنازير بمثابة طوق النجاة لمن تتوقف حياتهم على عمليات زرع الأعضاء. نجاح جديد يحققه أطباء أمريكيون في زراعة كلية خنزير بجسد إنسان في حالة موت دماغي تبرع بجسده للعلم. Been preparing for that day in this setting for this procedure for so long to finally be able to do that was just really exciting. كلية الرجل المتوفى سريريا استبدلت بكلية خنزير معدلة جينيا ليستقبلها الجسد البشري. You know, four transplants, two pig kidneys, two pig hearts in people who are whole body donors. Who were brain dead, but they were for very short periods of time, 2 to 3 days. We learned a lot from that. فريق جامعة نيويورك الطبي أعلن أن كلية الخنزير التي زرعت تواصل العمل بعد 32 يوما من زرعها، في أطول مدة تسجل في هذا النوع من العمليات دون أن يرفضها الجسد البشري. الخنازير بطبيعتها تتمتع بمزايا كبيرة للحصول على الأعضاء، فهي أسهل بالتربية وأسرع بالنضج وتحقيق حجم أعضاء الإنسان البالغ في 6 أشهر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.